بعد ساعات قليلة من غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق لبنانية رداً على قصف مجد الشمس بالجولان المحتل. وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب يثير جدلاً واسعاً بعد مقابلة على الحدث، فقد فسرت تصريحاته على أنها تمنح الضوء الأخضر من الدولة لحزب الله للتصعيد وجر لبنان للحرب. إذا توسع بكار الحرب بين لبنان أكثر ما هو اليوم، طبعاً نحن مع حزب الله، ضد يعني حزب الله معنا ونحن مع حزب الله، نحن معاً. الوزير اللبناني أكد أيضاً وقوف الجيش والدولة خلف حزب الله الذي يمتلك ترسانة من الأسلحة لا تمتلكها الدولة نفسها. لبنان رسمياً سيكون الجانب، أو حزب الله راح يكون الجانب الدولة اللبنانية بذلك، وسندافع عن لبنان. وحول تحركات التهدئة بين إسرائيل وحزب الله، الوزير اللبناني أكد أن واشنطن طلبت من الدولة اللبنانية إبلاغ الحزب بضرورة ضبط النفس وعدم التصعيد ضد تل أبيب حتى لا تتصاعد وتيرة الحرب بين الجانبين. وهن طلبوا منا أنه حزب الله كمان يضبط النفس، فهذه على الجهتين عم نشتغل، لأن بنعرف أنه الولايات المتحدة لا تريد حرب بين لبنان وسوريا، بين لبنان وإسرائيل. لكن هل وصلت رسالة الولايات المتحدة بالفعل إلى حزب الله لإقناعه بضبط النفس وعدم جر المنطقة إلى حرب أوسع مدى؟ وطبعاً بلغنا حزب الله، وطبعاً حكينا مع حزب الله، ودائماً الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ككل هي في نوع من نقاش دائم وتواصل دائم مع حزب الله. تصريحات الوزير اللبناني أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل، خاصة بين اللبنانيين الذين استنكروا تحول الدولة اللبنانية إلى دور الوسيط بين الولايات المتحدة وحزب الله، مؤكدين أن القرار في لبنان لا يملكه الشعب ولا الدولة بل حزب الله. الحكومة اللبنانية هم أشبه بالجمعية الخيرية اليوم مقارنة بحزب الله الذي يمتلك السلاح والجيش وقرار الحرب والسلم. بالأخير هو من يمتلك هذا القرار في لبنان، لا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني.